كمان معانا من احد ابطال الصاعقه اللواء معتز الشرقاوي، احد ابطال الصاعقه بالمجموعه 73. سياده اللواء برحب بحضرتك معانا في التاسعه، وكل سنه وحضرتك طيب. انتوا طيبين يا فندم، يعني طيبين، ومصر كلها طيبين، والجيش المصري كله طيب، والشعب المصري اللي هو الجيش بس مش لابس اوفرول. صحيح سيادة اللواء، بعد 50 سنة بنحاول نستذكر مع بعض المشاهد والمواقف اللي كانت على خط الجبهة. الصاعقة تحديدا بنعتبر نقول إنها كانت أول بداية التحدي والأخذ بالصقر بعد أيام من نكسة 67. ذكريات حضرتك وتكريم، لحظة التكريم امبارح بعد 50 سنة من النصر العظيم. والله الحمد لله، الحمد لله. طبعا الواحد لما بيفتكر يمكن يفتكر الحاجات اللي حصلت من وقت طويل اكثر من اللي حصلت في وقت قصير، اللي هي الذاكره العاديه. عمليه راس العش وانا سامع فيها المقاتل حسني سلامه كان موجود، ايوه، في الخط الاولاني، وعشان المكان كان ضيق يعني ما بين القناه وبين سهل الطينه اللي هو شرق القناه على طول، فالمسافه قصيره، فكنا انساق يعني الفصيله الاولى 25 26 واحد، يليها الفصيله بتاعتنا، يليها الفصيله عشان المكان ما بيسعش. ف عمليه راس العش هي العمليه اللي ردت للقوات المسلحه المصريه بعد انسحاب يونيو، وفي شهر يونيو برضه، أيوة، نفس السنة ردت له اعتبار أو ردت له الروح المعنوية أو الثقة إن هو إذا كان الناس بتوع الصاقة بأسلحة خفيفة عملوا أو يعني سببوا هذه الخسائر الفادحة في القوات الإسرائيلية اللي رايحة بزهو وفرح رايحة تحتل مدينة بورفؤاد، أيوة، إن هي يتدمر منها هذا الكم بالطريقة دي، فالقوات المسلحة بتهيألي ان توقفت وقالت لا احنا كويسين، ودي بدايه حرب الاستنزاف فعلا، اللي هي كله وقف وابتدى يتمسك بارضه ويرتب اموره ويبتدي يرد على القوات الاسرائيليه، سواء الصاعقه، سواء القوات المسلحه، الاسلحه المختلفه، سواء البحريه، سواء القوات الجويه، سواء كل دول يعني. ده بالنسبه ل راس العش. هو راس العش احنا يعني بنقف عندها كتير، لان هي زي ما حضرتك قلت يعني اعادت الثقه سواء داخل صفوف الجيش المصري او داخل صفوف الشعب المصري في الداخل. عشان كده والصاعقه كمان كانت بتعتمد على فكره المواجهه، مواجهه العدو على طول، وحضرتك كنت ملقب بالشبح. عايزين تفتكر ايه من المواقف اللي كانت في المعركه دي تحديدا بدي الطريق اللي احنا اللي انتوا سلكتوه وكان المفروض في نهايته العدو؟ بالنسبه للقب اللي لقبت بيه كشبح ده ظهر في اعترافات القاده الاسرائيليين في المحاكمات بتاعتهم الاجرانات دهيت، ان هم كانوا بيقولوا ان احنا كان بيطلع لنا فرد كوماندوز من غير ما نحس، يظهر فجأة يعني يخطف حد، يقتل حد، أو يرجع بأسير ويختفي. وفعلا ابتدى فقالك لا ده بيطلع لنا شبح، لدرجة إن بعض جنودهم في كتاب أرض الميعاد قالوا إن بعض جنودنا فعلا في الحتة الموقعة الفلانية والموقعة الفلانية اللي الواحد اشتغل عليها جالهم مرض التبول اللا إرادي من الخوف، من الخوف بعض جنودهم، الخوف من المجهول. طلع قال لك بيطلع لنا شبح، فطلعت كلمه الشبح بتاعتها يعني. اتفضل. الصاعقه في التنفيذ بتعتمد على المفاجاه اللي فيها جرأه عاليه جدا جدا، واختيار وقت غير متوقع بالنسبه للعدو الصهيوني تماما. يعني في ديسمبر توفي سنه 69 انك تعبر ب 140 واحد وبالنهار تعدي قناة على نقطة قوية تقتحم، مش بتعبر، تعبر يعني بتعدي على أرض فاضية، إنما بتعدي على نقطة قوية على القناة مباشرة يبقى اسمها اقتحام، لأن بيبقى فيه مقاومة يعني. إنما مع بعض الخداع
وإن ممكن يعني إحنا رحنا 140 ورجعنا 141 بأسير. بأسير على كتفنا، كان إحنا بنضع طقم دبابة ورجع على كتفنا، والحمد لله يعني الحمد لله. ما سبناش حد من اللي أصيبه في على الموقع، أو يعني سبنا في أي حد. الشبح اتفضل. الشبح يفتكر موقف صعب مر عليه وخرج منه كتير؟ هو طبعا كتير، هي مواقف قد تكون صغيره انما فيها روحك يعني. بالظبط، يعني احنا لما عدينا القناه اول حاجه مواقف سريعه كده، ان احنا لما جينا نجهز في 69 غير عن نقطه قويه زي بور توفيق، الناس انت متخيل 140 واحد ينفخوا قوارب وطالعين من البدرونات الفلل، وبعدين طلع علينا بيبص من فوق العماره الراجل بتاع الامم المتحده. فطبعا لو كان شافنا كان بلغ، كنا كلنا في اعداد يعني الاشياء دي ان شاء الله. فكان طبعا قلق بالنسبه لنا. في هذا الوقت كان قائد الكتيبه لسه يعني مش كتيبه، انما كان مشارك في التخطيط مع المقدم صالح فضل قائد المجموعه، مجموعه يعني ثلاث كتائب يعني. بس قلت له يعني اضربوا له في طلقه، قال لي لا 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 ما تضربوش طلقه ولا حاجه، احسن العمليه تخرب خالص. انما هو تعامل معاها ان هو يعني بلغ احد ضباط الاتصال كان اسمه علاء الحمولي، وهو كان لعيب في نادي الزمالك. قال له شوف حل في الراجل ده، لحسن لو شافنا هيبلغ علينا. وفعلا طلع له، خد معاه ازازه ويسكي يعني، وقال له ما تيجي ننزل نشرب تحت كلام من ده، وفعلا نزل معاه واحنا تمكنا ان احنا نكمل المهمه. ده الموقف اللي حصل خارج الصندوق ليا، ان انا بعد ما عدينا القناه وفتحنا الثغرات في حقول الالغام، فعدينا في الثغرات دهيت وطلعت على الساتر الترابي، ولقيت دبابه قدامي كان جنبي جندي ار بي جي اسمه كرم الله جوده خليفه، خدت منه الار بي جي وضربت الدبابه دهيت، وفعلا الدبابه انفجرت. فاخدت بعضي ونزلت من على الساتر الترابي ناحيته جوه النقطه قويه. ففوجئت الناس يقول لي خلي بالك يا فندم، خلي بالك في دبابه على شمالك. الدبابه وهي معديه لقيت المدفع بتاعها هو كان الاتجاه الخلف، راح متدور على مسافه مثلا هي على مسافه 8 متر ولا حاجه. بقى المدفع في وشي. المدفع في وشك بينك وبينه متر. موقف طبعا الرئيسي. طبعا ركبك بتسيب. انا ايوه انا بقول ايوه انا حسيت ان ركبي مششت، وبقيت اتكلم بصوت عالي. قلت له يعني انت عايز تبخرني ما تضربني بالرشاش، انا بكلم روحي بس بصوت عالي. فموقف راح المدفع مرفوع وضرب طلقه على الساتر الترابي على الناس، والحمد لله ما حدش جرى له حاجه. الحمد لله. برضه نفس القصه، من كتر التدريب اللي احنا اتدربنا عليه فكنا بعد ما بنتدرب بنأمن البندقيه في التدريب. واحنا بن 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 يعني دربنا الخمس دبابات، ورحت على في ملجا في حوالي 35 واحد وفجرناه، يعني حطينا المتفجرات على الباب وفجرت كله. الله اكبر. ودخلنا بعد التفجير، طبعا كان الدخول في الغازات دي صعب، لما احنا عدينا الموجودين في الملجا اللي قتلوا كلهم 35 واحد. الحكايات سياده اللواء يعني افندم، الحكايات يعني حكايات اسطوريه بصراحه اللي حضرتك بتحكي عنها، وما يتشبعش منها بصراحه سياده اللواء معتز الشرقاوي احد ابطال الصاعقه بالمجموعه 73. احنا فخورين بكل اللي حضرتك قلته، وبنقول لحضرتك مره ثانيه كل سنه وحضرتك طيب، ودايما نحتفل معاك بنصر اكتوبر المجيد.